بيبدأ المسلسل ببنت اسمها جوان وبتكون بتقدم بودكاست عن محتوى غير أخلاقي بتتكلم فيه عن العلاقة بين الراجل والست، وحياة جوان تعتبر منفلتة جدا لدرجة ان هي ملحدة وما كانتش حتى بتروح تصلي في الكنيسة مع امها وابوها. وفي اليوم ده بتروح جوان تقابل اختها مورجان وبتحكي لها عن اخر شاب نزلت معاه في ميعاد غرامي وقد ايه كان غريب، وطول الوقت بيتكلم عن جدته اللي توفت من 10 سنين ومهووس بيها بطريقة غريبة لدرجة حتى ان هو طول القعدة كان عمال يعيط عليها. فالبنتين بيقرروا ان هم يعملوا الشاب ده محتوى البودكاست اللي جاي بتاعهم، ولما بيرجعوا البيت بيبدأوا البودكاست وبيفضلوا يحكوا عن الشاب طول الحلقة. وفي مكان تاني بنتعرف على حاخام يهودي اسمه نوى، وبيكون راجع لبيته بعد الشغل وبيتفاجئ ان خطيبته ريبيكا موجودة وبتحضر له الغدا بنفسها، ولما بيبص نوى على ايديها بيلاقيها لابسة خاتم جواز، فبيستغرب وبيسألها هي اتجوزت امتى واتجوزت مين. بتقول له ريبيكا بلهفة ان هي اتجوزته هو لان هو مش عاوز ياخد خطوة حقيقية من ساعة ارتباطهم، فقررت تحطه قدام الامر الواقع وتعرض عليه الجواز. وبتكون لسه هتكمل كلامها وتقول له ان هي اتفقت مع امه على مكان الفرح بتاعهم، ولكن نوى بيقاطع كلامها وهو متعصب وبيفهمها ان اسلوبها ده مش هينفع معاه لانه ما بيحبش المفاجآت، وده غير ان المفروض ان هو اللي يتقدم لها وسط اجواء رومانسية، لكنها بوظت كل اللي هو بيخطط له بسبب الحركة السخيفة اللي عملتها. فبتقول له ريبيكا ان هي مش فاهمة هو متضايق من ايه بالرغم من ان هما بيحبوا بعض من زمان وكده كده هيتجوزوا في الاخر. فبيقول لها نوى ان المسألة مسألة مبدأ، وبيعترف لها ان هو مش جاهز للجواز دلوقتي لان هو مش حاسس ان هي البنت المختارة ليه وبينفصلوا عن بعض الاتنين. وبالليل بنشوف جوان واختها قاعدين في مطعم مع امهم وابوهم لان النهاردة الذكرى السنوية لطلاقهم، وبالرغم من ان هما منفصلين عن بعض من سنين طويلة ولكن علاقتهم حلوة، وعلشان كده حولوا مناسبة الطلاق لمناسبة سعيدة. وفي الاثناء دي بيجي لجوان مكالمة من رئيسها في الشغل وبيقول لها ان البودكاست الاخير اللي هي قدمته عجب الناس جدا وعاوزين اختها تظهر معها في كل بودكاست تقدمه، وطبعا الاتنين بيكونوا فرحانين لان البودكاست بتاعهم سمع في كل انحاء نيويورك. وتاني يوم الصبح بيجي لجوان اتصال من صديقتها اللي اسمها اشلي وبتقول لها ان هي عاملة حفلة بسيطة في بيتها النهارده بالليل وبتعرض عليها تيجي الحفلة لان في شخصيات مهمة جاية وممكن تقدم محتوى عن شخص منهم. فبتسألها جوان مين اللي جاي، فبتقول لها ان في حخام يهودي متدين هيحضر الحفلة، وكمان هيحضر الحفلة رجل اعمال غني مطلق وعنده طفل. فبتوافق جوان وبالليل بتوصل للحفلة وبيكون معاها ازازة كحول، فبتروح المطبخ علشان تفتحها ولكن ما بتعرفش، وبالصدفة بتكون واقفة جنب نوى فبيساعدها في فتح الازازة. وبتقول له جوان ان في حخام موجود في الحفلة واكيد بيتكلم عليها بطريقة وحشة دلوقتي بسبب طبيعة شغلها، فبيبتسم نوى وما بيرضاش يقولها هو مين، لكنه بيأكد لها ان الحخام اللي موجود ما بيحكمش على الناس من مظهرهم. وبعدها كل اللي في الحفلة بيقعدوا يتعشوا سوا، وبيكون نوى عنده فضول يتعرف اكتر على جوان فبيسأل اشلي عنها، فاشلي بتقوله ان شخصيتها عكس شخصيته تماما وغالبا مش هيسلكوا مع بعض لان هو شخص متدين وهي ما عندهاش ذرة ايمان في قلبها. وبتكون جوان معتقدة ان في شخص من اللي هي قاعدة معاهم يبقى هو الحخام، فبتفضل تتكلم مع الشخص ده عن معتقداته الدينية، ولكن الشخص ده بيفاجئها ان هو يبقى رجل الاعمال الغني والحخام يبقى هو نوى. فبتبص جوان لنوى باستغراب لان هو شكله شاب روش ووسيم وما جاش في دماغها ان هو يبقى حخام اصلا. وبعد العشاء بيروح نوى يوصل جوان لحد عربيتها، وفي الطريق بيسألها عن معتقداتها الدينية، فبتقول له جوان ان هي ملحدة وعمرها ما امنت بوجود اله لانه ما كانش موجود جنبها في اكتر وقت هي كانت محتاجة فيه، ولكن نوى بيقول لها ان ربنا موجود معهم على طول وبيساعدهم بشكل غير مباشر، ولو ركزت شوية في حياتها هتلاقي ان كل النعم اللي هي فيها دي سببها ربنا. وبيقول لها نوى ان هو عنده خطبة في المعبد يوم السبت الجاي وهيكون مبسوط لو هي حضرت، فبتقول له ان هي هتفكر وبتودعه وبتمشي. وبتعدي الايام وبنشوف ان هما الاتنين ما بقوش يبطلوا تفكير في بعض، وبيكون واضح ان في كيمياء حلوة بينهم بالرغم من ان هم عكس بعض في كل حاجة. وبيجي يوم السبت وبنشوف نوى وهو بيقول الخطبة بتاعته في المعبد، وبيتفاجئ لما بيلاقي جوان دخل عليه فبيفرح جدا لان هي جت. وبعد ما بيخلص الخطبة بينزل من على المسرح بسرعة وبيقول لها ان هو سعيد ان هي جت تشوفه، وبيطلب منها تستنى قدام المعبد لحد ما يخلص ويرجع لها. واول ما والدة نوى اللي اسمها بينا بتشوف جوان قدامها بتعرف على طول ان هي مش يهودية، وبتلاحظ من نظرات
ابنها ان هو معجب بيها لدرجة الجنون، فبتروح تزعق له وبتفهمه انه ما ينفعش يرتبط ببنت مش يهودية، ولكن نوى بيقول لها ان هي فهم الموضوع غلط لان هما مجرد اصدقاء مش اكتر. ولكن امه برضو ما بتصدقهوش لانها بتكون عارفة ابنها بيبقى عامل ازاي لما بيقع في الحب، وبتفضل جوان مستنيها برا لاكتر من ربع ساعة، وبتكون متضايقة جدا لانه اتأخر عليها، فبتتصل على اختها مورجان وبتحكي لها اللي حصل، فاختها بتقول لها ان هي جنب المعبد اليهودي وهتعدي عليها علشان تاخدها ويمشوا. ولما بتوصل مورجان قدام المعبد بتروح جوان تركب معها العربية علشان يمشوا، ولكن وقتها بيخرج نوى من المعبد مع اخوه الكبير ساشا وبيوقفها قبل ما تمشي، وبيفضل يعتذر لها كتير لانه اتأخر عليها. فالبنتين بيقولوا له ان هم رايحين يسهروا في مالها ليلي، فبيعرض عليهم ساشا ان هم يروحوا يسهروا سوا، فالبنتين بيوافقوا وبيركبوا العربية هم الاربعة وبيمشوا. ولما بيوصلوا للملهى بيفضلوا يتكلموا سوا عن حياتهم علشان يتعرفوا اكتر على بعض، وبتقول لهم جوان ان هي بتقدم بودكاست بتتكلم فيه عن العلاقات الجنسية بين الرجل والست ولكن بغرض تعليمي. فبياخدها نوى على جنب وبيقول لها ان هو سمع البودكاست الاخير بتاعها واعجب بيه، لان في ناس كتيرة ما عندهمش خبرة في المواضيع دي ومحتاجين بودكاست زي ده علشان يكتسبوا خبرات اكتر. فبتفرح جوان ان هو متقبل اسلوب حياتها ومحاولش يعاتبها زي ما كانت متوقعة انه يحصل. وفي الاثناء دي بتوصل عندهم استر زوجة ساشا، وبتفضل تزعق لجوزها واخوه لانهم سابوا المعبد وجايين يسهروا مع بنتين اخلاقهم مش كويسة زي جوان واختها. وكمان بتفضل تلوم نوى لانه ساب خطيبته ريبيكا وفضل عليها عاهرة زي جوان، وطبعا جوان بتنصدم من الكلام اللي بتسمعه لانه ما قالهاش ان هو كان خاطب. وبيكون نوى في موقف محرج جدا، فبياخد اخوه وبيمشوا بسرعة. وفي اليوم اللي بعده بيتجمع نوى مع اهله المتدينين، وبتقول له امه ان هي خايفة عليه جدا من جوان لان هي ممكن تجره للطريق اللي هي ماشية فيه. فنوى بيقول لها ان هي ما تعرفش حاجة عنها علشان تحكم عليها بالشكل ده، فامه بتقول له ان هو لسه مش عارف هو عاوز ايه لان هو لسه خارج من تجربة فاشلة ورمى نفسه في اول علاقة جت قدامه، واللي بيعمله ده هيأذيه ومش هينفعه. فبيقول لها نوى ان هي ما تعرفش اي حاجة عن طبيعة مشاعره، ويمكن تكون جوان دي هي البنت المختارة اللي هيكمل معاها باقي حياته. وطبعا اهله بيرفضوا الفكرة تماما لان هم عاوزين يجوزوه لبنت يهودية متدينة. وبعد كم يوم بيبعت نوى رسالة لجوان بيعتذر لها فيها عن اللي حصل اخر مرة، وبيقول لها ان هو عاوز يقابلها على العشاء علشان يشرح لها الموقف اكتر. فبتقول له جوان ان علاقتهم هتفشل في كل الاحوال وملهاش لازمة ان هم يكملوا في علاقة اكيد هتفشل. فبيعرض عليها نوى ان هي تقابله على العشاء بصفتهم اصدقاء مش اكتر، فبتوافق جوان وبالليل بتروح تقابله وهي متضايقة لان هو ما قالهاش ان هو خاطب. فبيفهمها نوى ان هو كان خاطب فعلا ولكنه سابها من فترة، وبيعتذر لها لانه ما صرحهاش بالحقيقة في الاول، وبيقول لها كمان ان علاقته بريبيكا كانت هتفشل في كل الاحوال لان هما ما كانوش شبه بعض في اي حاجة، واهله هما اللي ضغطوا عليه علشان يخطبها لان هي بنت متدينة. وبيقول لها كمان ان هو فخور بالمحتوى اللي هي بتقدمه لان هو شخصيا استفاد منه حاجات كتير. فبتشكره جوان ان هو ما فهمهاش غلط زي باقي الناس لان هي حاولت اكتر من مرة تفهم الناس ان المحتوى بتاعها غرض تعليمي، ولكن الناس شايفينها عاهرة وان هي عاملة المحتوى ده بغرض اثارة الجدل مش اكتر. وبعد العشاء بيقوموا يتمشوا سوا وهم بياكلوا ايس كريم، وهنا بتيجي لحظة الوداع. فجوان بتقول له ان هو ما قربش منها ولا مرة من ساعة ما عرفوا بعض بالرغم من ان في انجذاب بينهم، وبتعرض عليه ان هو يقرب منها مرة واحدة بس علشان يودعها. وبالفعل ان هو بيسمع كلامها وبيقرب منها بشكل رومانسي، وبعدها بتودعه وبتمشي. وفي الاثناء دي نوى بيلاقي ان ريبيكا اتصلت عليه اكتر من مرة، فبيتصل عليها علشان يشوف في ايه، وبترد عليه امها وبتقول له ان ريبيكا عملت حادثة وراحت المستشفى. ولما بترجع جوال للبيت بتكون في قمة سعادتها، وبتفضل تبعت رسائل كتيرة لنوى لكنه ما بيردش عليها. فبتستغرب جوان لكنها ما بتحطش الموضوع في دماغها. ولما بتدخل البيت بتلاقي اختها وامها بيجهزوا لها البودكاست اللي هيعملوه دلوقتي واللي هيتكلموا فيه عن قراءات طاقة الانسان، ولكن جوان بتقاطعهم وبتفضل تحكي لهم عن الليلة الجميلة اللي قضتها مع نوى. فهما الاتنين بيستغربوا جدا لان هي وقعت في حب رجل دين يهودي لان تصرفها ده عكس شخصيتها تماما، وبيطلبوا منها تأجل كلام في الموضوع ده اللي بعد البودكاست. ولما بيوصل نوى للمستشفى بيسأل اخوه ايه اللي حصل لريبيكا، فبيطمنه ان هي بخير وان كل الحكاية ان ايديها
اتكسرت مش اكتر، لكن اهلها كبروا الموضوع علشان يجي يشوفها ويحاولوا ان هم يرجعوا الميه لمجاريها. فبيدخل نوا غرفه الاستقبال وبيسلم على اهل ريبيكا، وطبعا محدش فيهم بيكون طايقه لانه ساب بنتهم. فبيقول لهم نوا ان هم لازم ينسوا كل الخلافات اللي بينهم، واهم حاجه دلوقتي ان هم يصلوا ويدعوا على شر ريبيكا تقوم بالسلامه. وبتيجي استر وبتعقد الموضوع اكتر ما هو متعقد، وبتقول قدامهم كلهم ان هو ساب بنتهم علشان يرتبط ببنت ملحده. فطبعا كلهم بيتعصبوا عليه، فبيسيبهم نوا يتخانقوا مع بعض وبيمشي. وبنرجع لجوان وهي في البودكاست بتاعها، وبتكون جايبه معاها خبير طاقه علشان يقرا لها الطاقه بتاعتها، ولكن الخبير بيقول لها ان هو مش شايف اي طاقه حواليها. فاختها بتتدخل في الحوار وبتقول له ان اختها مرتبطه بحاخام يهودي. فخبير الطاقه بيستغرب وبيقول لها ان الحاخام اكيد طاقته عاليه جدا لانه قريب من ربنا، وغريب ان هو وافق يرتبط ببنت زيها. فجوان بتتعصب وبتقول له ان هي بنت كويسه وما فيهاش عيوب. وبعد البودكاست بتقعد جوان تحكي لامها واختها عن نوا وقد ايه هي بتحبه، وبقت طول الوقت حاليا بتفكر فيه. فاختها بتعترف لها ان شكل علاقتهم غريب جدا لان هو رجل دين ملتزم على عكسها هي. فجوان بتقول لها ان هي مش انسانه وحشه ومش ناقصها اي حاجه علشان ترتبط بحخام. فبتزعل جوان من كلامها لان حتى اختها واقرب حد ليها شايفاها انسانه مش كويسه. وبتركب جوان عربيتها وبتفضل تلف بيها لوحدها في الشوارع، وبتتصل على الاكس بتاعها وبتساله لو هي انسانه سيئه. فبيقول لها ان هي اكيد انسانه سيئه لان هي سابته. وفي نص الطريق بتلاقي جوان كلب صغير قدامها، فبتنزل من عربيتها وبتاخد الكلب في حضنها وبتساله لو هو كمان شايفها شخص سيء. فبيفضل الكلب يحسس عليها، فبتفرح جوان من رد فعله، وبتقول له ان هي هتعتبر الحركه دي معناها ان هو شايفها انسانه صالحه. ولما بترجع جوان للبيت بتلاقي نوا قاعد قدام بيتها، فبتساله هو بيعمل ايه هنا. فبيقول لها ان النهارده كان يوم صعب جدا عليه، وهي اول حد جه على باله وهو متضايق، فقرر يجي يشوفها علشان تهون عليه. فبتروح جوان تقعد جنبه وبتنام على كتفه، وبتقول له ان هي سعيده جدا بزيارته دي. وتاني يوم جوان بتجمع اصحابها البنات وبتقول لهم ان هي هتخرج النهارده في ميعاد غرامي مع نوا، وبتكون متوتره جدا لان هي من زمان ما خرجتش في مواعيد غراميه حقيقيه. فاصحابها بينصحوها ان هي تتصرف على طبيعتها وما تحاولش تتصنع، لان الرجاله ما بيحبوش البنت المتصنعه. ولما بترجع جوان للبيت بتفضل تدور على اشيك حاجه في الدولاب عندها علشان تلبسها. فاختها بتنصحها ان هي تكون بسيطه في ميعادها الاول، لان الرجاله بينجذبوا للبنات البسيطه. وبالفعل جوان بتسمع كلامها وبتلبس هدوم عاديه. واخر اليوم بيوصل نوا عندها علشان ياخدها ويروحوا يتعشوا سوا، ولكن وقتها بتفتكر جوان ان عندها بودكاست تاني يوم، والمفروض ان هي تروح تشتري ادوات معينه من محل بعيد عن المدينه. فبيقول لها نوا ان هو ما عندوش مشكله يروح معاها وياجلوا العشاء لوقت تاني. وبالفعل بالليل بيوصلوا هما الاثنين للمحل، وبتشتري جوان كل الادوات اللي هي محتاجاها. وبعد ما بيخلصوا بيكون الوقت اتاخر جدا وكل المطاعم قفلت حجوزات. فبتفضل جوان تعتذر كتير لان هي بوظت عليه يومه، ولكن نوا ما بيكونش متضايق منها خالص، وبيقول لها ان اهم حاجه عنده ان هو قضى معاها اليوم. وبيعرض عليها ان هي تروح معاه للبيت ويطبخ لها العشاء بنفسه. فبتتحمس جوان للفكره وبتوافق، ولما بيوصلوا للبيت بيطبخ لها نوا العشاء، وبتكون جوان معجبه جدا بالاكل بتاعه. وفي نص الكلام بيقول لها نوا ان هو مش عارف لحق يحبها ازاي بالسرعه دي، ونفسه ان علاقتهم تكون حقيقيه مش مجرد تسليه وخلاص. وبيأكد لها ان هو حقيقي عاوز يرتبط بيها علشان بيحبها، ومش في نيته خالص ان هو ينسى بيها حبيبته السابقه، وبيتمنى ان هي كمان تكون بتبادله نفس المشاعر. فبتتاثر جوان بكلامه، وبتعترف له ان هي كمان انجذبت له من ساعه ما شافته اول مره في الحفله، لكنها خايفه جدا ان هو يجرحها ويكسر قلبها، لان هي انسانه عاطفيه زي امها وبتتعلق بالناس بسرعه، لكنها خايفه ان علاقتها معاه تفشل زي علاقة امها وابوها، وتفضل طول عمرها عايشة بكسرة قلب زي امها، وخايفة كمان ان هو يسيبها في يوم من الايام بسبب تصرفاتها الطايشة. وبتعترف له جوان بكل عيوبها علشان تكون صريحة معاه من البداية. فبيحضنها نوا وبيوعدها ان هو عمره ما هيكسر قلبها طول ما هي معاه، وبيقول لها كمان ان هو متقبلها بكل عيوبها. وفي اللحظة دي بيقربوا هما الاتنين من بعض بشكل رومانسي. وبعدها بتصور جوان فيديو لاختها وهي سعيدة، وبتقول لها فيه
ليه ان نوع متقبلها بكل عيوبها ومخاوفها ومستعد ان هو ياخد خطوة رسمية في علاقتهم. وكمان بيطلع نوع في الفيديو بيقول لاختها ان جوان مثالية جدا وخالية من اي عيوب. وبتعدي الايام وبنشوف ان نوع وجوان بقوا يقضوا الوقت سوا، وفي مرة اتفقوا ان هم ياخدوا اجازة من شغلهم علشان يسافروا سوا. ولكن في يوم بيجي لنوع اتصال من الحاخام الاكبر وبيطلب منه يحضر مكانه في المعسكر اليهودي لانه مسافر النهاردة. وطبعا لما جوان بتعرف ان سفريتهم هتتأجل بتزعل جدا، فنوع بيعتذر لها وبيقول لها ان هو ما ينفعش يرفض طلب للحاخام الاكبر، وبيعرض عليها ان هي تقضي معاه الاجازة في المعسكر وبيوعدها ان هي هتستمتع جدا معاهم. فبتضطر جوان ان هي توافق. وبعدها بتروح جوان تبلغ اختها وزميلتها في الشغل ان هي مسافرة المعسكر النهاردة وبتطلب منهم يمسكوا الشغل بدلها. فبتفكرها اختها ان هي عندها اجتماع مهم النهاردة في الشغل وما ينفعش انهم يأجلوه، ولكن جوان بتقول لها ان هي واثقة فيها وفي قدراتها وواثقة ان هي هتقدر تدير الاجتماع لوحدها. واخر النهار بتوصل جوان للمعسكر مع نوى، وبيعرفها نوى على زميلته في الشغل اللي اسمها شيرة واللي بتكون مشرفة معاه على ترتيبات المعسكر. ولكن الغريبة ان نوى بيقدم لها جوان على اساس ان هي مجرد صديقة مش اكتر. وطبعا جوان بتستغرب جدا من اللي هو عمله وبتكون متضايقة لانه مكسوف يعلن علاقته بيها بشكل رسمي، لكنها بتفوت له علشان ما تتخانقش معاه. وبعدها جوان بتاخد جولة في المعسكر وبتشوف مجموعة مراهقات قاعدين لوحدهم، فبتروح تسلم عليهم وبتعرفهم على نفسها وبتقول لهم ان هي تبقى حبيبة نوى. فالمراهقات بيقولوا لها ان هم سمعوا نوى وهو بيقول عليها مجرد زميلة مش اكتر، وبينصحوها ان هي تنفصل عنه لو هو هيتكسف يعلن ارتباطهم بشكل رسمي. فبتفضل جوان تفكر في كلامهم وبتحس ان هم معهم حق، لكنها في نفس الوقت بتكون بتحبه وبتدور على اي عذر علشان ما تنفصلش عنه. وبعدها نوى بياخد جوان للكوخ بتاعه وبيقول لها ان هو بيحب المكان ده جدا لانه كان بيقضي معظم طفولته هنا. وبيروح نوى يجيب لهم اكل من البوفيه، وبالصدفة بيشوف واحد من رؤسائه فبيسلم عليه، والراجل بيكون مستغرب من كمية الاكل اللي هو واخدها. فنوى بيتوتر وما بيرضاش يقول له ان هو جايب حبيبته معاه، وبيتحجج ان هو بيجوع جدا قبل الاجتماعات. ولما بيرجع نوى للكوخ بيلاقي جوان لبست وجهزت علشان ياخدها جولة حوالين المعسكر زي ما وعدها، ولكن نوى بيعتذر لها ان هو مش هيقدر يخرج معاها قدام الناس. فبتستغرب جوان وبتسأله عن السبب، فبيقول لها نوى ان في حخام مهم جدا موجود في المعسكر، والراجل ده كان وعده قبل كده ان هو هيرقيه لمنصب الحخام الاكبر، لكنه لو عارف ان هو مرتبط ببنت ملحدة ممكن يغير رأيه في موضوع الترقية. فبتنصدم جوان من كلامه وبتفكره ان هو قال لها قبل كده ان هو مش مكسوف من علاقتهم. فبيقول لها نوى ان هو محطوط في موقف صعب جدا ومش عارف يتصرف ازاي، وبيطلب منها تعذره لان مستقبله متوقف على اليوم ده. وطبعا جوان بتزعل جدا من كلامه وبتقوله ان هي مش عاوزة تسبب له اي احراج، وبتسيبه وبتخرج برا الكوخ. وبتفضل جوان تاكل كتير علشان تهدي اعصابها، وبالصدفة بتشوف البنات اللي اتكلمت معهم لما وصلت للمعسكر، فبتقول لهم ان كان معهم حق في كل اللي قالوه لان نوى طلع مكسوف من علاقتهم فعلا. فالبنات بينصحوها ان هي ما تحسسوش ان ثقتها بنفسها اتهزت وتحاول تتخطى علاقتها بيه في اسرع وقت لانها تستحق راجل يقدرها وما يتكسفش منها. وبعد شويه بيخرج نوى يدور على جوان، لكنه بينصدم لما بيعرف من البنات ان هي مشيت. وبالليل بتوصل جوان للمطعم اللي هي هتحضر فيه الاجتماع، وبتحاول ان هي تشغل نفسها في الشغل علشان ما تفكرش في نوى، لكنها بتكون مش قادره تركز في اي كلمه من اللي بتتقال. وفي نفس الوقت بيقعد نوى مع شيرة وبيحكي لها اللي هو عمله مع جوان، وبيكون زعلان جدا من نفسه ومش عارف هو عمل كده ليه. فبتسأله شيرة عن شعوره وهو معاها وبيكون عامل ازاي، فبيقول لها نوى ان هو بيكون مبسوط جدا وحاسس ان حياته بسيطة وخالية من التعقيدات. فبتنصحه شيرة ان هو يواجه مخاوفه ويتمسك بيها اكتر، لان الحب الحقيقي ما بيجيش غير مرة واحدة في العمر. فبيقتنع نوى بكلامها وبيروح لها على المطعم اللي هي موجودة فيه. وطبعا لما جوان بتشوفه قدامها بتتفاجئ جدا وبتفضل تعاتبه على اللي هو عمله معاها، فبيفضل نوى يعتذر لها
لها كتير على اللي هو عمله، وبيطلب منها تديله فرصة تانية علشان يصلح غلطته ويثبت لها ان هو مبسوط بعلاقته بيها. فبتوافق جوان ان هي تصالحه وبتديله فرصة، وفي اللحظة دي بيعرض عليها نوى ان هي ترتبط بيه بشكل رسمي. فبتفرح جوان وبتقوله ان هي موافقة. فهنا كل اللي في المطعم بيفرحوا لهم جدا وبيفضلوا يسقفوا. وبعد كام يوم بتروح جوان تعمل شوبينج مع اختها، وبتفضل اختها تقول لها هي قد ايه بقت مملة وكسولة من ساعة ما ارتبطت بنوى. فبتقول لها جوان ان الكلام ده مش حقيقي وشخصيتها زي ما هي وما اتغيرتش. ولكن اختها بتوريها تعليقات الناس على البودكاست الاخير بتاعها، واللي بيكونوا كاتبين تعليقات سلبية عليها لان هي ما بقتش مرحة زي الاول، وبقت بتفوت حلقات كتيرة علشان تقضي وقتها مع نوى. وبتنصحها اختها ان هي ما تخلطش بين حياتها العملية والعاطفية، لان حياتها العاطفية مش هتفيدها في حاجة لما تخسر وظيفتها. واخر اليوم بيروح نوى يزور جوان في البيت علشان يتعرف على اختها بشكل رسمي، لانه حاسس ان هي لسه مش مرتاحة له. ولكن لما مورجان بتتعرف عليه بتحس ان هو لطيف واجتماعي، على عكس الفكرة اللي هي كانت واخداها عن اليهود المتشددين. وفي الاثناء دي بيجي لجوان اتصال من امها، وبتفاجئها ان هي وابوها في طريقهم للبيت علشان يتعرفوا على حبيبها الجديد. ولما نوى بيسمع الكلام ده بيتوتر جدا، فبيقول لجوان ان هو هيروح يغير هدومه ويشتري ورد علشان يبقى الراجل مهذب قدام عيلتها. وبعد وقت قصير اهل جوان بيوصلوا وبيستقبلهم نوى بشكل راقي، ولكن جوان مش بتكون مرتاحه للزياره دي، وده لان علاقتها مش كويسه بابوها من ساعه ما انفصل عن امها، وما كانتش عاوزاه يتعرف اصلا على حبيبها. وبتلاحظ مورجان التوتر اللي هي فيه، فبتاخدها وبيطلعوا يقعدوا في الجنينه، وبيفضلوا يتكلموا سوا عن ابوهم، وبيكونوا مش ناسيين له ابدا ان هو عمره ما كان حنين معاهم، وبسببه بقوا يخافوا يدخلوا في اي علاقات رسمية. وبتكون جوان بتفكر ان هي تنفصل عن نوى لانها خايفة ان هو يعمل فيها زي ما ابوها عمل في امها زمان. وفي نفس الوقت بيكون نوى ملاحظ التوتر اللي على جوان، فبيروح يتكلم مع امها وبيسألها لو هو عمل حاجة غلط، ولكن الام بتأكد له ان هو شخصية جميلة جدا وما عملش اي حاجة غلط. وكل الحكاية ان طليقها تسبب بعقد نفسية كتيرة لبنتها، وده بسبب ان هو عمره ما عبر لها عن حبه ولا عمره كان اب مثالي معاها. فبيخرج نوى يتكلم مع جوان على انفراد، وبيقول لها ان هو متفهم سبب قلقها من علاقتهم، لكنه بيأكد لها ان هو مش زي ابوها في اي حاجة، وعمره ما هيكون قاسي عليها ابدا، وان هو عاوز يعمل المستحيل علشان يعوضها عن كل الحب والحنان اللي هي افتقدته في حياتها. فبترتاح جوان شوية وبتقوله ان كلامه ده طمنها جدا، وبتشكره ان هو دايما حاسس بيها من غير ما تضطر ان هي تتكلم. وبعد فترة بيقرر نوى يعرف جوان على اصحابه لانه خلاص اعلن ارتباطه بيها بشكل رسمي. فبيقول لها نوى ان هو عنده مباراة كرة سلة بكرة، وبيطلب منها تحضر المباراة لان كل اصحابه هيكونوا هناك. فبتقول له جوان ان هي خايفة اصحابه ما يحبوهاش، ولكن نوى بيأكد لها ان اصحابه لطاف جدا وهيحبوها. وبالفعل تاني يوم بتروح جوان تحضر المباراة وبتتعرف على اصحابه، وكلهم بيستقبلوها بشكل لطيف. فبتحس جوان بالراحة وبتفضل تشجع نوى طول المباراة لحد ما الفريق بتاعه بيكسب. وبعدها بتقرر تعزمهم كلهم على كحول بمناسبة الفوز. فبيروحوا كلهم يحتفلوا سوا في حانة قريبة من الملعب، وبتلاحظ جوان ان زوجات اللعيبة موجودين في الحانة، وبيكون من ضمنهم أستر. فبتقرر تروح تتعرف عليهم علشان تحاول ان هي تحسن علاقتها بيهم، لان هي عارفة ان محدش منهم طايقها من ساعة ما ارتبطت بنوى. ولكن مع الاسف الشديد كل الستات بيحرجوها وبيرفضوا ان هم يتعرفوا عليها، وده لان هم كلهم اصحاب ريبيكا. ولما بترجع جوان للبيت بتقول لنوى ان هي مش هتقدر تحضر مع المباراة الجاية، لان زوجات اللعيبة هيكونوا موجودين هناك ومحدش فيهم بيطيقها. ولكن نوى بيقول لها ان هو مش هيعرف يلعب كويس وهي مش موجودة معاه، وبيطلب منها تديهم شوية وقت واكيد هم هيحبوها. فبتقول له جوان ان هي مش شخصية صبورة خالص، وان هي عاوزة حل علشان يحبوها في اسرع وقت. فبيقول لها نوى على فكرة عبقرية، وهي انها تتكلم مع
كل واحدة فيهم عن اهتماماتها، وأول ست فيهم بيكون اسمها تاليا ودي بتحب تتكلم عن نفسها كتير، وتاني واحدة اسمها ريتشل ودي بتحب تتكلم عن مجال شغلها، وتالت واحدة اسمها ليا ودي محتاجة دعم عاطفي لأن هي لسه مخلفة قريب وحاسة بالوحدة، وأخيرا أستر اللي بتحب تتكلم عن الناس. وبالفعل بتروح جوان تاني يوم تنفذ خطة نوى وبتقدر إنها تحسن علاقتها مع كل الستات ما عدا أستر، فبتتصل جوان على أختها وبتطلب مساعدتها، وفي خلال دقايق بسيطة مورجان بتوصل عندها وبتجمع كل الستات وبتلعب معهم لعبة تحدي الكحول، وبيكونوا كلهم مستمتعين جدا بوقتهم سوا لأن هما ملعبوش اللعبة دي من أيام ما كانوا في المدرسة. وبتستغل جوان إن أستر مزاجها بقى حلو وبتبدأ تتكلم معاها في اهتماماتها، وفي نص الكلام بتعرض عليها جوان إن هما يتعشوا سوا، فبتقرر أستر إن هي تديها فرصة وبتوافق، وطبعا بتكون جوان مبسوطة وبتروح تقول لنوى إن هي أخيرا حسنت علاقتها مع أستر. وبعد المباراة بيعرض ساشا على مورجان إن هو يوصلها للبيت، وفي البداية مورجان بتتوتر لأن هي معجبة بيه بالرغم من إن هو متجوز، لكنها بتوافق إن هو يوصلها البيت لأن هي عاوزة تتعرف عليه أكتر. وبالليل بترجع جوان للبيت مع نوى وبتكون بتدور في دولابه على أي حاجة علشان تلبسها، وبالصدفة بتشوف صندوق خارج منه صورة لنوى مع ريبيكا، فبتتضايق جدا لأنه لسه محتفظ بصندوق ذكرياتهم سوا رغم انفصالهم. وبتكون جوان عندها فضول شديد إن هي تفتح الصندوق علشان تعرف جواه ايه، ولكن ما بيجيلهاش الجراءة ان هي تعمل كده، وبتفضل تبص على الصندوق كل يوم وهي متضايقة، لحد ما في يوم بتسأل نوى هو ليه لسه محتفظ بصندوق ذكرياته مع ريبيكا، فبيقول لها نوى ان هو ما قدرش يتخلص من الصندوق لان في حاجات مهمة تخص ريبيكا، وفي نفس الوقت ما كانش عاوز يتواصل معها ويرجع لها الصندوق لان هي اول ما هتشوفه قدامها هتنهار. وبتفضل تتكلم معاه في موضوع علاقتهم، لكنه بيوعدها ان هو هيحاول يتواصل معها في اقرب فرصة علشان يرجع لها الصندوق مدام وجوده في البيت مش مريحها. واخر النهار بيوصل نوى لشغله في المعبد، ووقتها بيدخل عليه الحخام الاكبر وبيقول له ان هو هيستقيل من منصبه لانه عاوز يرتاح، وشايف ان هو هيكون اكتر حد مناسب علشان يمسك مكانه ومنصب الحخام الاكبر، ولكن المنصب ده محتاج شوية شروط زي ان هو يمتنع عن اكل لحم الخنزير واي كائن بحري، واهم حاجة ان هو ما يرتبطش ببنت غير يهودية. فبيقول له نوى ان هو بيحب جوان ومش هيقدر يسيبها، وفي نفس الوقت متحمس جدا للمنصب الجديد، فبيقترح عليه الحخام الاكبر ان هو يقنعها باعتناق الديانة اليهودية لان ما ينفعش زوجة الحخام الاكبر تكون ملحدة. فبيقول له نوى ان الموضوع هيكون صعب جدا لكنه هيحاول معاها. وفي نفس الوقت بتكون ريبيكا قاعدة مع استر، وبالصدفة بتعرف منها ان هي وجوزها معزومين على العشاء عند نوى وجوان، وطبعا ريبيكا بتزعل جدا لان هي هتروح تتعشى مع اكتر بنت هي بتكرهها في حياتها، ولكن استر بتأكد لها ان هي مغصوبة على العشاء ده، وبتكون متأكدة ان نوى هيزهق في يوم من جوان وهيرجع لها تاني. وبعدها بتروح ريبيكا تقعد لوحدها في حانة علشان تهدي اعصابها، وبالصدفة بتكون مورجان موجودة في نفس الحانة، واول ما بتشوفها بتتفاجئ جدا، فبتروح تفتح معاها اي موضوع عشوائي من غير ما تقول لها ان هي تبقى اخت جوان. وفي نص الكلام بتقول لها مورجان ان شكلها متضايق من حاجة، وبتطلب منها تحكي معاها عن اللي مضايقها لان هي حاسة ان هم هيكونوا اصحاب. فبتفضل ريبيكا تتكلم معاها بالتفصيل عن علاقتها القديمة بنوى. وبالليل استر وساشا بيوصلوا مع بنتهم مريم عند نوى وجوان، وبيقعدوا كلهم يتعشوا سوا، وبعد العشاء بيخرجوا يتأملوا النجوم. ووقتها جوان بتلاقي رسائل صوتية كتيرة من اختها، فبتروح تسمعها على جنب، وبتنصدم لما بتلاقي اختها بتقول لها ان نوى قابل ريبيكا النهاردة علشان يديها الصندوق، وقال لها ان علاقته بيها مش رسمية وان هو بيتسلى بيها. وطبعا جوان بتتضايق من الكلام اللي سمعته، وبتروح تواجه نوى بالكلام ده، فبيحلف لها نوى ان مفيش اي حاجة من الكلام ده حصلت، لكنه فعلا راح قابلها وادها الصندوق لان وجود الصندوق في البيت ما كانش مريحها. فبتحس جوان ان هو صادق في كلامه، وخاصة ان هي عارفة ان اختها ما بتحبش نوى من ساعة ما ارتبطت بيه وعاوزها تنفصل عنه باي شكل. فبتروح جوان تواجه اختها بحقيقة ان هي كذابة، وبتحاول توقع بينها وبين نوى، ولكن مورجان بتنكر ان هي كذبت عليها في اي حاجة، وبتقول لها ان نوى استحالة يكمل معها في كل الاحوال. فبتفضل جوان تشتمها وبتتهمها ان هي بتغير منها لان هي ناجحة في علاقتها على عكسها هي، لان هي ما دخلتش في علاقة عاطفية بقالها سنين. وبتقوم
عمرها ما تحاولش تتدخل في حياتها العاطفية تاني وبتسيبها وبتمشي. ولما بترجع جوال للبيت بتلاقي نوة مستنيها وبيقول لها ان هو مرشح لمنصب مهم جدا في المعبد، لكنه مش هياخد المنصب ده طول ما هو مرتبط ببنت ملحدة، وبيعرض عليها ان هي تتعرف اكتر على الديانة اليهودية يمكن تحبها وتقرر تعتنقها. فبتسأله جوان هيعمل ايه لو هي رفضت الموضوع ده، فبيقول لها نوة ان هو مش عارف. وتاني يوم جوان بتسأل نوة هو ليه اختار يكون حخام، فبيقول لها نوة ان هو دايما كان حاسس بعدم الامان من ساعة ما كان طفل، لكنه لما بدأ يحضر دروس التوراة نظرته للعالم اتغيرت وبقى بيحس بالامان اكتر، فقرر في اللحظة دي ان هو يكون حخام علشان يحيي شعائر دينه. وبيطلب منها نوة تستعد علشان هتقابل اهله النهاردة، فبتقول له جوان ان هي متحمسة جدا للزيارة دي. وفي نفس الوقت مورجان بتتصل على ساشا وبتسأله لو نوة ناوي يرجع لريبيكا تاني، فبيقول لها ساشا ان هو ما عندوش فكرة عن الموضوع ده، وبيسألها عن السبب اللي بيخليها تسأله السؤال ده. فبتقول له مورجان ان هي قابلت ريبيكا بالصدفة واتكلمت معها عن نوة واكدت لها ان هم هيرجعوا لبعض تاني، لكنها لما قالت لاختها الكلام ده ما صدقتهاش واتهمتها ان هي بتغير منها. فساشا بيستغرب جدا من كلامها لكنه بيطمنها ان هو هيعمل تحرياته علشان يوصل للحقيقة. واخر اليوم بتوصل جوان مع نوة لبيت اهله، وبتكون جوان جايبة لهم هدية عبارة عن لحم خنزير، فبينا والدة نوة بتقول لها ان هم ما بياكلوش لحم الخنزير لانه حرام، وبتطلب من الخدامة ان هي ترمي الهدية في الزبالة. وطبعا جوان بتتحرج جدا وبتعتذر لنوة لان هي ما تعرفش حاجة عن العادات اليهودية. وبعدها ساشا بيسأل مراته لو هي معتقدة ان نوة ممكن يرجع لريبيكا في يوم الايام، فبتستغرب استر وبتقوله ان هي ما عندهاش فكرة، وبتسأله هو جاب الكلام ده منين، فبيقول لها ان هو سمع اشاعات بتقول ان هم هيرجعوا لبعض تاني. فبتقول لاستر ان ريبيكا قابلت مورجان بالصدفة ليلة امبارح وان هي تعرفت عليها اول ما شافتها، فقررت ان هي تقول لها معلومات غلط عنها هي ونوة علشان تروح تبلغ المعلومات دي لاختها وتوقع بينها وبين نوة. وهنا ساشا الصورة بتوضح قدامه وبيفهم ان ريبيكا هي السبب في المشكلة اللي حصلت بين الاختين. وبعدها العيلة كلها بتتجمع على السفرة علشان يتغدوا سوا، وبتكون بينا مش طايقة جوان طول القعدة وبتسألها عن معتقداتها الدينية، فبتقول لها جوان ان هي تربت وسط عيلة مش متدينة فقررت ان هي ما تعتنقش اي ديانة. وبعد الغدا بيقعدوا كلهم يشربوا سوا، وبتفضل بينا تضحك على الافهات اللي جوان بتقولها طول القعدة، فجوان بتفرح جدا ان هي قدرت تكسب صفها. ولكن في اخر الزيارة بينا بتقول لها ان هي مهما عملت فبرضه مش هتسمح لها تتجوز ابنها. وبعد ايام بيقول نوى لجوان ان هما النهاردة هيعملوا حفل بلوغ لمريم بنت اخوه، ودي حفلة بيعملوها اليهود للطفل او الطفلة لما يوصلوا لسن 13 سنة، وبيطلب منها تكون موجودة معاه في الحفلة. فبتتحجج جوان ان هي مش هتعرف تيجي الحفلة علشان عندها برد، ولكن الحقيقة ان هي مش عاوزة تروح لان هي عارفة ان مفيش حد هيتقبل وجودها في الحفلة. ولما بترجع جوان للبيت بتلاقي اختها بتجهز معدات التسجيل علشان يعملوا البودكاست الجديد بتاعهم، وطبعا هما الاتنين بيكونوا لسه متخاصمين من ساعة اللي حصل، لحد ما بيتصل ساشا على مورجان وبيقول لها على اللي ريبيكا عملته. ولما بتسمع جوان الكلام ده بتنصدم وبتزعل من نفسها لان هي اهانت اختها جامد، فبتفضل تعتذر لها كتير. فبتحضنها مورجان وبتقول لها ان هي ما تقدرش تزعل منها ابدا، وبيقرروا البنتين ان هما يحضروا حفلة البلوغ علشان يثبتوا لكل الناس ان هما اقوياء وما بيهمهمش كلام الناس عنهم. وطبعا لما نوى بيشوف جوان في الحفلة بيفرح وبيقرب منها بشكل رومانسي، وبتفاجئ جوان ان هي فكرت في كلامه وقررت تعتنق الديانة اليهودية علشان تبقى معاه على طول. فبيقول لها نوى ان ده اجمل خبر سمعه في حياته، وبيوعدها ان هي هتحب الديانة اليهودية جدا. وبيكون واضح ان جوان مش مقتنعة بالقرار لكنها عملت كده علشان ترضيه. وبالصدفة جوان بتشوف ريبيكا في الحفلة، فبتروح تتكلم معها على جنب وبتقول لها ان هي مش حابة يكون في بينهم عداوة، وبتعترف لها ان هي بتغير منها جدا لان هي مثالية في كل حاجة. فريبيكا بتعترف لها ان هي كمان بتغير منها، وبتعتذر لها ان هي حاولت توقع بينها وبين نوة، وبتقول لها ان هي هتكون محظوظة علشان هتكون زوجة الحاخام الاكبر لان ده كان حلمها من زمان، لكنها بتحذرها ان زوجة الحاخام الاكبر عليها ضغوطات ومسؤوليات كبيرة لانها المفروض تكون قدوة حسنة لكل اليهوديات. وطبعا جوان لما بتسمع الكلام ده بتتوتر وبتروح
بتروح تدور على نوى علشان تقوله ان هي غيرت رأيها في موضوع تغيير دينها، وبتلاقيه واقف مع الحاخام الاكبر واللي بيفاجئه ان المعبد موافق على ترقيته، وبتكون جوان سعيدة علشانه وبتروح تبارك له، لكنها بتعترف له ان هي مش هتقدر تغير ديانتها، وشايفة ان من الافضل ان كل واحد فيهم يروح لحاله لانه مش هيعرف يختار بينها وبين المنصب بتاعه، وبتودعه جوان وبتمشي من الحفلة وهي منهارة. ولما بتوصل جوان للجراج علشان تجيب عربيتها بتلاقي نوى مستنيها، فبتسأله هو بيعمل ايه هنا، فبيقول لها ان هو فكر في كلامها واتضح ان هي معاها حق في كل اللي هي قالته، لانه مش هيعرف يختار بينها وبين منصبه الجديد، وعلشان كده قرر يختارها هي بدل المنصب لان هي اهم انسانة في حياته. وفي اللحظة دي بيقربهم الاتنين من بعض وبيقرروا يكملوا حياتهم سوا، وبيخلص المسلسل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة في المتشينو، ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبد عاطف، ونشوفك الملخص اللي جاي، ويلا سلام.